بالظبط. ست لو محمود يعني انا بشكرك وبحييك وتحياتنا لكل اعضاء التدريس وطلبة الكلية البحرية، وحاجة مشرفة والله. كلمة اخيرة توجهها لأولياء امور الطلبة، تطمنهم على اولادهم، وكلمة لابنائك هنا طلاب الكلية البحرية. طبعا حاجة اللي مشرفنا يعني مجموعة العمل اللي ربنا يخليك. انا اول حاجة او حاجة سمحت لي، انا عايز اشكر اولياء امور الطلبة، يعني اشكرهم على الجيل الجميل اللي هم ادهولنا امانة، وبطمنهم على اولادهم وبقول لهم دي مسؤوليه اكبر علينا، لان انتوا هتشوفوا بقى الناتج. يعني احنا بعد كده هنرجع لكم البطل ده، وانتوا يعني هتقيموا بالظبط الشغل. اولادي هنا في الكليه البحريه انا يعني فخور بيهم جدا جدا. طلبه مميزه جدا، طلبه منتقاه كويسه جدا. اتمنى ان انا انصحهم بالانضباط العسكري نمره واحد، والعلم. المقاتلين دول هيطلعوا يشتغلوا على احدث وحدات بحريه في العالم، فما عندهمش فرصه انه يضيعوا وقت بالظبط كده. فانا بتمنى لهم كل خير، وبتمنى لهم يا رب، هم دول قط المستقبل اللي احنا كلنا بنعتمد عليهم، ونتمنى انه يعني يكونوا احسن ناس في الدنيا يا رب. ان شاء الله يكونوا عند حسن ربنا يخلي حضرتك محمود. وانا بشكرك واسمح لنا ناخد جوله كده نشوف الاجنحه التعليميه والتدريب الرياضي، ونشوف كمان الميس، ونطمن أهلينا على أولادهم هنا. إن شاء الله.